يا عبد الله. مساء الخير يا غالية. رحت الهدير؟ رحت انا ونفين ولسه راجعين. ربنا يصبرها. امين يا رب. موت ميرنا حزني قوي، فارق معايا، خصوصا لما استوعب اني مش هشوفها تاني. معلش انا هدخل اوضتي. غالية استنى، انا عايز اتكلم معاكي. غالية انا قررت ارجع البيت. بس انا مش هينفع. عارف انه مش هينفع، مش هينفع تيجي معايا البيت. عشان انت ما بقيتيش مراتي، عشان انا طلقتك من اكتر من سنه. غالية انا افتكرت كل حاجه. امتى وازاي انت افتكرت ايه؟ مش مهم امتى وازاي، المهم انا افتكرت ايه. افتكرت كل غلطة وكل تقصير قصرته في حق نفسي قبل ما يبقى في حقك وفي حق تيا. أنا آسف. غالية دي بالنسبة لي حاجة كبيرة أوي، أنا ما كنتش عارف قيمتها. راجع بيتي وعارف ان في حد تاني في حياتك، بس قبل ما ارجع بيتي لو كان في الدنيا دي فاضل لي امنية واحدة في الدنيا، هتبقى انك تقبلي ترجعي لي تاني. أنا الحمد لله على سلامتك، وأنا مبسوطة إن أنت بقيت كويس، بس بالنسبة لكلامك ده واللي أنت بتتمناه صعب إنه يحصل. فات الأوان. أرجو إنك أنتي تقدري كلامي وتحترمي مشاعري. عبد الله أنا محترمة مشاعرك وكلامك، بس وقت الندم محاسبتك لنفسك. إن أنت ما احترمتش كلامي ومشاعري. عندك حق. أنا مش بلومك. وعموما أنا همشي الليلة دي. أنا همشي دلوقتي. عن إذنك.
ازيك؟ ازيك يا عمر؟ كويس. نريمان انا بحبك ونفسي احس ان انت مبسوطه معايا، اعمل ايه؟ عمر هو انت مش ملاحظ ان انت على طول بتشتكي؟ انا مش بشتكي والله، انا بس نفسي احس ان انت بتحبيني، بتهيألي ده حقي يعني، وانا ما بشوفش ده منك خالص. طب لو انت ما بتحبنيش ايه اللي خلاك توافق ان احنا نرجع ونكمل؟ انا عايز منك رد دلوقتي حالا، بتحبيني ولا لا؟ اكيد يا عمر بحبك يعني، وبعدين ما انت لسه قايلها لو انا مش بحبك هرجع لك ليه؟ طب ليه مش بتحسسيني بده؟ حاضر يا عمر حاضر. بص انا جبت لك ايه؟ ايه ده بتهزر؟ عمر دي حلوه قوي، بس ايه المناسبه يعني؟ لا من غير مناسبه، هي عجبتني فتخيلتها في رقبتك اشتريتها لك. يا حبيبي يا عمر حلوه قوي. عجبتك؟ قوي. شكرا. طب احكي لي مراد عامل ايه؟ والله مراد يا ستي تمام، بس يعني الدنيا اتلخبطه شويه في الشغل. فاطي بابي 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 ايه يا تعالي حبيبتي، عايزه ايه؟ بابي بابي في الجنينه؟ لا يا حبيبتي، بابي رجع بيته خلاص. هو راح يجيب حاجه ورجع؟ لا هو رجع عشان يقعد في بيته بقى زي زمان. يعني مامي زعلته في حاجة؟ لا خالص يا حبيبتي، بس طبيعي بقى انه يرجع بيته زي زمان قبل الحادثة يعني. لا الطبيعي انه يبقى معايا ويبقى مع مامي للصبح ويمشي. بعدين بقى وفيها ايه يا حبيبتي؟ ما هو هيبقى يرجع عشان يزورك وهياخدك وتخرجوا تتفسحوا مع بعض. لا انا عايزة بابي، ماليش دعوة، مش هكلمكم. الشاي يا ريس. شكرا عادل. مالك بس يا ريس؟ مكشر ومتضايق. ما تفكها كده وروق يعني. حاضر. هفكها.